بديت عملي في سنة 90 في مجال الألمنيوم في البحرين. وإحنا نعرف اليوم أن صناعة الألمنيوم على مستوى الشرق الأوسط ولدت في البحرين في أواخر الستينات. في سنة 97 قررت أني أدخل في مجال العمل الخاص وأسست شركتي هذه مع مجموعة فرنسية، واتخذنا البحرين كمركز إقليمي حق عملنا في المنطقة كشركة بحرينية وخليجية. لما ننظر إحنا حق المستقبل فنشوف أن إحنا كدول مجلس التعاون في عندنا ترابط كبير في مكونات المجتمع الخليجي متماثلة ومتشابهة وفي تواصل بيننا. في نفس الوقت التحديات اللي موجودة عندنا تحديات كبيرة، بس إحنا اليوم الحمد لله في عندنا الكفاءات اللي موجودة وفي عندنا من الخبرات اللي اكتسبناها على مر السنين. فإحنا أهم شيء بالنسبة لي أن يكون عندنا المايندسيت أو التفكير أن إحنا نعتمد على نفسنا أكثر، وأن كل شخص فينا هو مسؤول عن عمله ويكون يتقن عمله، مو بس يعمل بس يتقن عمله ويرتقي بعمله لمراحل متقدمة. هاي الروح نحب نزرعها وأن تكون موجودة في كل واحد فينا.